هيفاء وهبي ولا مايا دياب ولا اليسا؟ عايزه تخش في جسم واحده؟ عينه رايحه مش محتاجه. ويبقى بقى جسمي؟ يعني واسمي واستاهل اللي بيحصل واستاهل اللي يحصل في الشارع. يلا. مش عايز اخده بربنا. لا واحدة يلا. اليسا. اليسا. اوه نسمع زقفة اليسا. مش عشان حاجة. عشان طويلة بس. بس بحسب عشان صوتها. مش عشان صوتها؟ عشان صوتها طبعا عشان 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 اختياراتها. طب نغني حاجة بقى من الاختيارات بتاعتها اللي أنت بتحبها. طول عمري خايف أحب وأعشق زي كل الناس، لأني مملكش في حياتي غير حبة الإحساس. شفتك ملكتي كل شيء فيا في ثواني، معرفش قلبي ازاي كده وزين الإحساس. طلع احترت أشكي ولا أحكي ولا أبكي من فرحتي من شوقي ليك يا حبيبي، بدعت كل في يوم من اسمتي. الله. طيب لو هتتجوز واحدة من الوسط الفني، من المطربات، لا رسمي، من المطربات دول، وهنفترض انهم مش متجوزين، تختار مين؟ شيرين ولا سميرة سعيد ولا انغام؟ لا انا بصراحة محلل اربعة. لا لا واحدة. بصي وانا اقول لك على حاجة، يعني انا لو عايز الاحساس يملى البيت انغام، لو عايز لا واحدة وربنا محللنا أربعة عشان كده واحدة بنحب حاجات كتير في البيت واحدة يبقى أنت. يا خلاص. وكده يبقى الأكل هيملى البيت مش الأكل. طيب طب هنعملها هي هي بس على ثلاثة تانيين. ماشي؟ ماشي. أهو فيفي عبده ولا سما المصري ولا لوسي؟ التلاتة برضه الرأس في البيت مش وحش. أيوة. واحدة. قال أنا طماع. واحدة. أنت قلتي تتجوز. عايز التلاتة؟ والله ما هم راجعين. كده بقوا ست. يلا حلال عليك. استني طب أقول لك حاجة. والله حلال عليك خلاص. أنت عارف أنا بحبك مش هستخسر فيك حاجة. أنا برضه على فكرة الرأس أنت برضه داخلة في الرأس. أنت عارف. بعد النمرة اللي عملتيها هنا دي. اوبا 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 الوحيدة الوحيدة اللي في الحياة اللي بترقص من غير مزيكا. أمال إيه؟ الله أكبر الله أكبر صوت إيقاعك مظبوط من جوه في الوجدان في الدماغ الله أكبر في الروح ربنا يزيدك. أيوه. طيب يا أحمد قول لنا لو أنت مولود زمان. المولود زمان؟ يعني زمان قوي يعني زمان قوي بقى اللي هو الحاجات القديمة. كنت تحب تبقى مين من الفنانين القدام من دول؟ عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا محمد فوزي ولا محمد قنديل؟ عبد الحليم بحبه قوي، بحب رحلته يعني رحلة عظيمة. بس انا برضو بحترم كل الناس التانية لان كل واحد ليه شكله. بس طبعا طبعا. طيب لو هتاخد صوت واحد من المغنيين القدام دول لمدة يوم تختار مين فيهم؟ محمد فوزي ولا عبد الوهاب ولا عبد الحليم؟ عبد الوهاب اخده شهر ونص مش يوم. عبد الوهاب طبعا صوت فظيع. طب تحب تلحن لمين من المطربات القدام دول؟ اسمهان ولا ام كلثوم ولا ليلى مراد؟ ام كلثوم. أم كلثوم؟ طيب. طب نسمع حاجة صغننة بقى لأم كلثوم. الليل عليا طال بين السهر والنور،
اسمع لوم العزال اسمع لوم العزال اضحك وانا المهمو اضحك وانا المهمو وعمري ماشكي من حبك مهما غرامك لواني عيني لواني وعمري ماشكي من حبك مهما غرامك لواني عيني لواني لكن أغير من اللي يحبك لكن أغير من اللي يحبك ويسون هواك أكتر مني الله عظمة على عظمة على عظمة يا زاد إيه الحلاوة دي لا بجد يعني يسلم حس روح قلبي طيب مين من الملحنين دول اللي شايف ان هو اشطر حد فيهم وتحب ان انت تغني من اغاني وليد سعد ولا محمد يحيى ولا عمرو مصطفى اهو وليد سعد طبعا بحبه جدا جدا يعني ده ما بيقللش طبعا من الملحنين التانيين ده عظماء يعني بس وليد سعد انا بحب طريقه الالحان بتاعته والجمل بتاعته ماشي نسمع سقفة طبعا لوليد سعد وعارف محمد يحيى عامل لي برضه لحن محمد يحيى عامل لي سألت نفسي كتير نسمعها بحبها قوي يا ريتني ما قلت لك سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيها الخير ولا اللي فيها الشر مليان عيوب ولا خالي من الذنوب ولا إيه ولا أنا جوايا ومش داري الاتنين في بعض الاتنين في بعض وخمسمية حاجة ملهمش دعوة ببعض دعوة ببعض قول لي يا أحمد لو هتلحن أغاني فوازير تختار مين من دول تلحن لهم مريم فارس ولا شيرين ولا دنيا سمير غانم بصي هما يعني يمكن اعتقد مريم فارس عملت قبل كده فوازير شيرين ما عملتش الموضوع ده قبل كده بس يعني دنيا سمير غانم يعني عندها شمول اكتر يعني استعراض كمان بتغني وممثلة قوية فأعطاء يعني ممكن اختار دنيا سمير غانم يا دوديا اللي مولعها معانا على طول وأحلى سقفة الدنيا طيب آخر سؤال هنحط لك دلوقتي صورة اتنين من الفنانين ولو افترضنا افتراض انه خلاص انت هتكمل بقية حياتك كلها مع الفنانة دي بتلحن لها وهي بتغني لك بس مفيش غيرها فهتختار مين والفنانه اللي انت هتختارها اللي قدامها هتطير وهنحط لك واحده غيرها فتختار دي او دي وهكذا لحد ما واحده تفضل مكمله معانا نشوف مين اللي انت هتختارها في الاخر اوكي ماشي. يلا نبتدي باول اتنين شيرين وانغام بسرعه عشان الصور كتير انغام طيرت شيرين للاسف ونسمع سقف الانغام اللي بعده انغام وامل ماهر انغام انغام مكمله معانا انغام ونجوى كرم انغام 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 وهيفاء وهبي
اشتغل معاها ولا انغام تلحين ولسه انغام انغام ونانسي عجر انغام لا 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 لا, لا. انغام واليسا انغام انغام باكتساح يا جماعه انتوا بتقولوا ايه انغام وماجده الروم ماجده الروم اهو اخر اختيار ماجده الرومي واصاله اصوله حبيبتي اصوله وسوله ده عسل طيب يعني احنا بنقول طبعا ميرسي لسولا وميرسي لاحمد بس هنطلع فاصل ونرجع لك تاني على طول ونرجع لجمهورنا كمان استنونا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معانا العسل والسكر احمد سعد ودلوقتي هنلعب لعبه انا شخصيا بحبها جدا وهي لعبه ابجد هوس هنعمل ايه؟ عارف الحروف الابجديه طبعا عارفها هنبتدي انا مثلا ابتدي بحرف الالف اقول لك جمله ترد عليا بحرف الباء ارد عليك بالتاء بس جوه موضوع هنعمل منه قصه ماشي اوكي؟ ماشي ابتدي انت ابتدي انا ولا انت؟ ابتدي انت ليديس احمد أنا مش فاهم أنت عايز إيه بالظبط. بصراحة أنا بحبك. تيجي معايا؟ نخرج؟ ثواني وتلاقيني قدامك. جيب. جايز تراجع نفسك؟ حصل بس رجعت قلت ان انا عايز اجي معاك خساره 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 ده كلام تقوله لواحده مزه زيي ده زبونه مش مزه لقد خسرت لان زبونه بالزين وليست بالزين وشوش لا ثاني لا انا اللي عشان دي خساره طيب خلاص كمل عشان انا بحبك ذال انت قلتي اخر جمله عشان برضه نبقى ماشيين في الموضوع قلت لك ده كلام تقوله لواحده زيي مزه مش مزه زبده مع الزين ده بصراحه مقصرين معايا قوي في اللغه خلاص انا اخد الزين خدي الزين انت وانا اللي بعديها والله ماشي ذئب ذئب وتحاول ان تفترسني ولكنك لن تستطيع رمرامه وبتقولي كلام عليها ما زيك زي غيرك كلكم بتقولوا نفس الكلام ايه ده سي سمعتي ما تقوليش الكلام ده شرفي ضيعتهولي صوت صالحة يعني ضايعة يعني ظريفة أوي أنت ظريف أوي أنت عين على بالي أقولها لك والله غبي وهسيبك فتحت الكلام يعني أهو ما تزعليش بقى قفلته ومش هكمله كرامتي فوق الجميع محدش يجي عليا ايه ده لام الاول لا خدعت طيب انت اللي كسبت وعشان انت اللي كسبت هتسمعنا اغنيه ايه ده مش عايز تسمعنا اغنيه لا انا اللي اطلب
انت اللي تطلب؟ اه انا اللي كسبان. لا انا اللي اطلب عشان انت بتحبني وهتسلفني الحكم بتاعك. ولو كنت كسبت كنت هتعملي، كنت هتعلقيني وانت تحبيش حد. لا والله بحب. ماشي يا حبيبي تطلبي. هتسلفني الحكم؟ هسلفك الحكم. اه هتنفذه لي؟ هو ايه بالظبط؟ عايزاك عايزك تقلد لي حد من الفنانين. ليه؟ يلا. وانا ليا حكم ولا لا؟ ليك حكم. ماشي. زي مغني يعني؟ اي حد انت عايزه، بيغني، بيمثل، اي حد. كلام الناس لا بيقدم تيلاليلم ولا يؤخر، ده كلام الناس ملعمة وغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمعهم؟ أنا عايشي بسمعهم، عيوني بحد يمنعهم، ولا بالوقت هتأخر بكلام الناس. كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، لا 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 بيقدم ولا يأخر. الله عمنا كلنا. لا أحمد يا سعد نورتنا ونورتنا. حكمك بعد المزاولة وهتقولوا لنا بعد الحلقة، واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم 3 في 1.